فضاء النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائي. إذا اليوم عندنا الحصة الثانية في الدرس الثاني، أفسر أطوار القمر. إذا ننتقل إلى الصفحة 81، الحصة الثانية. هدف هذه الحصة أن يفسر المتعلم ظهور القمر بأوجه ومراحل مختلفة خلال الشهر. إذا نبدأ بالملاحظة والتساؤل. إذا خلال الدورة القمرية يظهر القمر للمشاهد بأوجه وأطوار مختلفة. إذا هذا الشيء في الحقيقة شفناه في الحصة اللي فاتت، وقلنا بأن القمر يدور حول الأرض، والأرض مائلة، والشمس تسلط أشعتها على القمر، والقمر يستمد نوره من الشمس، والقمر ليس مظلم، ليس مضيء، بل هو جرم. وبالتالي فلو أنه كان نجما لكان دائما مضيئا، كما هي النجوم في السماء دائما مضيئة وبنفس الطريقة، ما غاديش تكون عنده أوجه، ما تكونش عنده أطوار. ولكن الذي جعل للقمر أوجها وأطوار هو دورانه حول الأرض ورؤيتنا له. راه الرؤية ديالنا هي اللي كتخلينا نشوفوا واحد الجزء، كل مرة الجزء اللي كنشوفه بدوران الأرض ودورانه وميلان الأرض. إذن هناك عوامل متدخلة تجعلنا ننظر إلى القمر ونراه بأوجه مختلفة من بداية الشهر إلى نهايته. وقد قلنا في الحصة السابقة أن القمر يزداد نوره وضوءه مع بداية الشهر، يزداد يتعاظم، يزداد ويتعاظم إلى أن يصبح بدرا في الأيام البيض التي نسميها بأيام البيض في نصف الشهر. ثم بعد ذلك يبدأ في التضاؤل والتناقص. وقلنا بأنه يبدأ بالهلال، ثم بعد ذلك يصبح تربيعا أولا، ثم محدب أو أحدب أول، ثم بدر، ثم يعود من جديد في التناقص أحدب متناقص، وفي بعد ذلك تربيعا أو ربوعا ثانيا أو أخيرا، وفي النهاية يصبح هلالا أخيرا ثم يختفي محقا. إذن ننتقل إلى أفكر ثم أنجز. النشاط الأول، ونمدج حركة القمر حول الأرض. ماذا تعني أنمدج؟ يعني غندير نموذج، إذا غندير شي حاجة عملية باعتماد كرة ومصباح جيبي. إذا غناخد كرة وغناخد مصباح جيبي، حيث يمثل المصباح الشمس، إذا هذا كيلعب الدور ديال الشمس، وتمثل الكرة المضاءة القمر، إذا هذه القمر، وأنت كتمثل الأرض، إذا أنت في الوسط تمثل الأرض. يعني أنت غتلعب الدور ديال الأرض، إذا الرأس ديالك هو الأرض، والقمر يدور حولك، والشمس تسلط أشعتها على القمر. إذا أمثل دور مشاهد من سطح الأرض ينظر إلى القمر. إذا هذا نموذج. إذا باعتماد هذا النموذج أحدد في أي اتجاه يدور القمر حول الأرض. إذن بطبيعة الحال القمر يدور في هذا الاتجاه، يعني إذا بغينا نقوله عكس عقارب الساعة، عقارب الساعة تدور هكذا فهو يدور هكذا. لماذا؟ لأن هنا عندنا تعاظم، هنا عندنا تعاظم، وهنا عندنا شنو نسميه تناقص. فهنا في الحقيقة غادي يظهر العين ديال هاد البنت، غادي تشوف هذا، تشوفه بدر، راه البدر فاش كنشوفوه حنا بدر، راه لا يعني انه مضاء كله، لا، واحد الجهه من الجهه الاخرى، الى جات البنت من هنا غتشوف بانه مظلم، ففقط هذه الجهه حيت هي مضاءه بكاملها. هذا هو اللي كنقصدوا به، لان اشعه تسلط على، لان الارض جايه في الوسط والمدار ديال القمر اكبر من الارض بعيده، حيت قلنا الحصه اللي فاتت بان القمر بعيد رغم أنه جار الأرض فهو بعيد، وبالتالي فالأشعة تسلط على القمر من جهتنا
كله فيظهر بدرا ثم يبدأ في التناقص. إذن باعتماد النموذج أحدد في أي اتجاه يدور القمر حول الأرض. إذن يدور القمر حول الأرض في اتجاه عكس عقارب الساعة. إذن ثانيا أمثل مراحل القمر التالية وأسميها. إذن هنايا إذن عندنا هنا هذا التربيع، هذا التربيع التناقصي، وهذا التزايدي، هذا البدر وهذا المحق. إذن هذا غادي يكون هو في الأخر. إذن شكون اللي غادي يكون في هذا البداية؟ إذن غادي يكون هو هذا. إذن هذا هو رقم واحد. إذن بعد ذلك يأتي البدر هو رقم اثنان، ثم التربيعي المتناقص هو ثلاثة، والمحق يعني عندما يختفي القمر هو رقم أربعة، يغيب القمر. إذن في هذه الحالة يعتبر غائب. إذن استعينوا في الاستخلاص بهذه المفردات التالية: نرى القمر، الأرض بأوجه مختلفة، ضوء الشمس. إذن ينير ضوء القمر، عفوا ضوء الشمس القمر تدريجيا من بداية الشهر القمري إلى نهايته، ونراه بأوجه مختلفة تسمى أطوار القمر. إذن هذا استخلاص. إذا ننتقل إلى استمر، أنجز مشروع التكنولوجي المرحلة الثانية، أستعين بالتصميم التالي لصنع مجسم الكرة الأرضية. إذا أخذ الكرة الكبيرة وأضع بها ثقبين متقابلين، ثم أدخل فيها جزءا من السلك الحديدي حسب ما يناسب، ثم أدخل الجزء السفلي للسلك في الأنبوب المطاطي كما هو مبين في الرسم. إذن غناخدو كرة ونثقبوها بجوج ثقبات وغادي ندخلو هاد الآخر. علاش؟ لأن باش نعرفو بأن الأرض مائلة الشك، هي مائلة، فالأرض مائلة. هذا سيفيدنا بطبيعة الحال في الحصص اللاحقة، وخاصة في حصة الفصول تتغير، حيث سنعرف بأن الأرض هي مائلة، وميلانها ودورانها حول الشمس يعطينا وينتج عنه تعاقب الفصول. إذن من الآن يجب أن نستعد إلى إنجاز كرة أرضية مائلة الشكل. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة، وموعدنا مع حصة قادمة.